سقط نظام الملكية بثورة السادس والعشرين من سبتمبر وسقطت معه الطائفية السياسية كثقافة سياسية إقصائية، وكانت حاجة اليمنيين للثورة كحاجتهم للماء الذي يشربون والهواء الذي يتنفسون به، ومثلت الثورة لليمنيين الحياة التي يحيون بها وكأنما بعثوا من مما ممات لأنهم لم يكونوا يعيشون كبقية الشعوب، فقد كان مجرد الكلام حرام عليهم في عهد الأئمة. ما دفع الجمهوريين الثوار الى رفع شعار الجمهوريه او الموت لانهم ادركوا معنى تراجع الجمهوريه وعوده الامامه فهي كالعوده من الجنه الى النار. تكمن اهميه ثوره السادس والعشرين من سبتمبر انها توجت نضالات الثوار اليمنيين طيله اكثر من خمسه قرون. فقد سبقتها ثورات لتصل إلى الثورة الدستورية عام 48 ثم حركة 55 وصولاً إلى الثورة الأم في سبتمبر 62 يوم انعتاق اليمن من ماض بائس. ثورة سبتمبر كان السبب الرئيسي لقيام ثورة اكتوبر في الشطر الجنوبي من البلاد التي قادت إلى تحقيق الوحدة الوطنية التي جسدت الهدف الخامس من أهداف سبتمبر وذلك في مايو عام 90 راهن اليمنيون على ثورة سبتمبر لإنهاء الطائفية السياسية التي هيمنت على الحكم في الشمال وذهبت رياح التغيير لجنوب الوطن لتبارك ثورة الرابع عشر من أكتوبر والتأكيد على وحدية الثورة اليمنية في الشمال الوطني وجنوبه لا يمكن مقارنه ما قبل ثوره سبتمبر وما بعدها في اليمن سواء كدوله او اطار الانسان في تحوله الاجتماعي والثقافي والسياسي والعلمي فشتان ما بين عهد كان غير مسموح للانسان الا ان يفكر بعقل الامام ويتحدث فيما يقوله ويطمح في حدود المسموح له وبين سنوات التحول نحو الدوله التي بنت المدارس والجامعات والمستشفيات وشقت الطرق واحدثت تحولا كبيرا في مسيره حياته ووضعت اليمني في مصاف محيطه العربي والاقليمي لم يقتصر الامر على احداث طفره في حياه الانسان اليمني ونقله للعصريه بل ساهمت ثوره سبتمبر في تهيئه الم المناخ لبيئة سياسية ديمقراطية وفرت الاستقرار لبناء أركان الدولة اليمنية التي أثرت وتأثرت بمحيطها العربي والإقليمي وساهمت في عملية السلام والاستقرار الدولي اليوم ها هم الإماميون الجدد الحوثيون ينقلبون على الثورة والجمهورية ويحاولون عادة اليمن إلى الوراء إلى عهد الإمام البائد والمتخلف لكن الثوار الجمهوريون يظلون حراسا أمناء على مكتسبات الثورة والجمهورية وقيم الحرية والعدالة والمساواة وسيصلون بجمهوريتهم وثورتهم إلى بر الأمان والاستقرار ليعود اليمن إلى مربعه الحضاري ومساهمته في بناء الإنسانية في إطار محيطه العربي والإقليمي الفاعل ولن يرضى الثوار هذه المرة إلا بجمهورية مكتملة الأركان لما كان فيها الإمامي عنصري وطائفي حاقد